هلا حبيبي، هلا والله، هلا هلا هلا. شفيك شفيك، شايف جني؟ شندك؟ نعم خير. شفيك كتابي؟ حس كتابي نعم نعم. والله يا ابو دويش احس بملل وزهق، قلت خلني اجي اشرب لي بيالة شاي واتقهوى يم اخوي وحبيبي ابو دوي. انت مركز؟ انت كم الساعة الحين؟ الساعة واحدة في الليل. الساعة واحدة يا نادر تجي تشرب بيالة شاي عندي؟ الساعة واحدة ناوي تجنن؟ ايش فيك؟ ناوي تجنن؟ هذا وقت تجي فيه الحين؟ بعد ابو دويش تعرف الواحد لو صار زهقان يدور اخو، الاخو الاخو اللي يدور الاخو. نصلي ليش الاخو ذي؟ ما بي اخو انا، شال اخو ذي نصلي تجيني. وش حق البطينة؟ وش حقه؟ بطانية؟ قلت يعني لو تعبت ولا جاني النوم ولا شيء الا بطانيتي معاي عشان ما اكلف عليك تجيب لي بطانية. جاك النوم ترقد عندي؟ ايه خاسي على كيفك باسم، شو اسوي فيك انا؟ يبا ترقد عندي وجاي لي هالعرس كذا، مصدوم انا، صدم يا صدام، بطانية وتبي شاي؟ ايش تبي انت؟ يبا بتدخل يبا، ايش تبي؟ على كيفك ترى يا ابو دويش، عيب عيب توقف رفيجك على الباب، انا رفيجك واخوك، عيب تجيني هالعرس. شو اسوي فيك انا؟ شو اسوي فيك؟ عيب عيب يا ابو دويش تخليني واقف على الباب، خلنا ندخل داخل. تلاشني فيك قايل انا. شو تسكنني يا عمك؟ شو اللي سكنني غيرني يا احد؟ انا دلخ. انت دلخ من زمان انت وقتها. تنسك اطردك، تنسك ان شاء الله. اطلع ولا اسمع صوت ان شاء الله. ادخل يلا الطريق عدل. اي يا تلاشني فيك، ما ادري شلون طوعني قبل سكنت يا عمك. حط البطانية داخل، حطها داخل. اكفى علي البطانية، اطلع برا. لا 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 ابو دويش، لا 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 وسع صدرك، وسع صدرك ابو دويش. طريق عدل. اي مش ادخل شوي شوي عاد من غير نفس. ادخل بس، ادخل جالي الساعة واحدة. خلاص عاد لا ترفع صوتك عاد. اطلع برا، اطلع لا 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 اضحك وياك ابو دويش، اضحك وياك بعد عمري. شوف لي اجر ثاني، ما ظل هنا. يلا ادخل ادخل ادخل. هلا حبيبي ادخل. شوف لي شقة ثانية ولا بتجري وتخربلي؟ ليش يا ابو دويش؟ ليش انا اللي هذا اولها نعرفت عليها؟ تدري انت ان كل الناس يتمنون ان انا اكون جارهم، بس انت مقرود انت. لا والله مدري ابيك انت، مدري ابيك الا الا. اخلص اللي تبي تشرب. شو اللي ابي اشرب؟ كابتشينو سكر وسط. لا يا ابو ما تبي 60 ما شو اسمه ذا تشرب هذا الاسواد. بس اخلص كاي بس، ما في غيره. تبي زياده سكر ولا نقص سكر؟ زياده سكر حبيبي. والله ما ادري شو اللي جابني انا وياكم، شو اللي خلاني اسكن جنبكم. ما بعد تشوف شيء حبيبي. يلا بس نبي، يلا يلا. يكثر خيرك يا ابو دويش، الله يغنيك يا حبيبي. اهم شيء بس اني ما ثقلت عليك ولا شيء بعد عمره. لا ابدا ابدا ما ثقل، ابدا ابدا ما سويت شيء. انت لطيف وجيت في وقت معين. انا ايش اسوي لك؟ ايش اسوي لك؟ ها وسع صدرك يا ابو دويش. موذي وسع صدرك يا ابو دويش. صب لك، صب لك بس، صب لك. مو بصب لك في هالوقت، مو بصب. استريح يا ابو دويش، انسى صدرك، استريح استريح. اول مره ما سكنت تجيني حاله نفسيه؟ لا اول مره جاتك. ما سكنت جاتك حاله نفسيه؟ الحين الحين جات لي. ليش؟ ما ادري، ودي احب دكات، ودي ما ادري اسوي فيك. من قهر، من قهر. لا لا من قهر. لا لا اجيبك على هالوجه اللي عليك. وسع صدرك ابو دويش، وسع صدرك. باب يطق، باب الشقة يطق. باب شفيك؟ شفيك؟ لا يكون مسويه وجايب طجران ولا غير طجران. لا انت مو عاد احد يا ابو دويش. مو عاد والله احد. الباب يطق، شو ما عاد احد. قام شوف من عند الباب قام. مين؟ مين؟ مين؟
تفضل. صاير شفيك على تضغط علينا شنا غرب دخلينك سريع 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 يوم ما جيت لنا بس سريع جنب بطنتي وايش حقه بس سريع ايه سريع سريع يا ابو عبد العزيز سريع الصبح جالس والله العظيم يا مرتي هذا والله ذقت النوم ما ابغى انام صراحه نعم بيزعجني هذا امري طول طول على المكيف ودويش طول على المكيف مكيف زين ودويش ما حد منه مخبى وين ما حد يدري جيت لنا نشرب لنا مويه شاي وقهوه وقدوع هذا مال مكيف ده اي هذا مال المكيف شيف جات انسى صار لنا بيض مسلوق بكره الصباح نام انت نام انت نام خلاص انا قبل احط بطانيات ما علي وسع صدركم ما علي وسع صدركم ودويش بعد عمري المكيف ده حد ولا يتطول اكثر انا حطيت 18 لا تنسى لا لا ما في زعل وين بتنام انت لا لا حبيبي لا حبيبي ما حلمت يبا اقولك واخر ما حلمت هذا من ناقص هنا انا بنام تفهم ولا تلتش المكان ذا الله يرحم والديك انا ما احب انام الا في الزاويه والديك اقول لك راح اجيب لك مكان ثاني لا توقف عندي هذا قلت لك ولا ترى ما تشوف اللي يسرك هذا انا قلت لك هددني اي هددك شو اللي كنت بيت اخوي وتهددني وايش اللي كنت ودوي شوف لك حل ما هذا تجون هنا وسكتني تسوي قرقر مربر كيف اطير وجهك شبك هالمعايا يا ابو دوي شبك هالمعايا يا ابو دوي اسمع ما قال زي هدومك انا متشفيك مو خالص ما قال زي هدومك تطلع بعدها لا لا وصل صدق خلاص نوم في اي مكان تلتزم ما تعرف عني اتمنى بالعلاقة انا شفت هنا دي بكسة طيرك في الشاشة وصل صدي خلاص نام تحت التلفزيون انت تعرف مع تحت التلفزيون خلاص انا كمان افطر بدري الفجر ضبط الفطور شو ما قلنا اقربكم يبا خليكم ان تركدون لا تردوني ان شاء الله ان شاء الله ولا كلمة ركدوا ولا بسمع صوت منكم ولا اسمع صوتي شوف شي ما شوف ان شاء الله تربكم لفيتكم هتجمعكم الا بين ودي كفخه لو انت انت غايبين تجمع لي ديلي انا بالحالي مو قادر امسك نفسي بالسجن تجيب لي ديلي بس صدرك بس صدرك ابو دويش بس صدرك تدري انا متاكد ما هيجيني نوم متاكد ليش متاكد من الفرحة ابنه ما بيجي نوم من الفرحة ايه ريضي شو تقول انت؟ شو فرحته؟ شو فرحته اللي شفته؟ شوف وجهكم شوف شوف فرحة شوف خير نص الليل انه اللي وجهه صدرك يا ابو دويش بس صدرك ها؟ يجيبون لنا الجدور يلا يا البلدين شو بحريك شو بقول كلمة بس صدرك ابو دويش ترى اذا احنا ضيوف ثقال عندك ابو دويش نمشي ترى لا بيت مو بثقال ما اعوذ بالله اعوذ بالله يلا يا ابو دويش اذا احنا مضايقينك ولا شيء نقوم نمشي نقوم نمشي اسكت بس انت وديتوني بتمشي ما ادري شوف هذا ما هذا من عند الباب شوف سم بسم الله قبل قصدك جايب العشيره كلهم هلا ابو كيان هلا حبيبي هلا هلا حبيبي لا 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 ننتظرك ننتظرك هذا ابو دويش اذكركم رقدت وانا كنت قاعد طق 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 ما حد لا احس لا ارقد كيف المكيف بارد اي بارد لا انت ولا انا بروح انا
التليفون ما لك حق. تبي كلمة الحق؟ انت ما لك حق توك جاء. الشباب جايين قبل. والله ما لك حق. والله ما علي من كلمة حق يا مرتضى. لا انا بالمكيف علي. تعرفون انا احتر بسرعه فابيان. ايه تحتاج مكيف. تحتاج مكيف. تحتاج. انتوا لو متكلمين بدري كان انا قلت حق اخوي بدويش يركب مكيف ثاني جنب المكيف. بس تاخرت والله يديكم. بكره حاول تركب مكيف اذا دخل في المكيف.